جاهز ارمي. ظهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من الأمور التي نحتاج إلى النظر إليها خاصة في شهر رمضان أن هناك الكثير ممن يحتاج إلى العلاج، لربما استعمال البخاخ، لربما يأخذ إبرة، لربما يأخذ أكسجين، لربما يأخذ كما نقول الدرب. أقول لنسأل عن هذه النوازل، عن هذه الأمور الجديدة في حياتنا خاصة مع تطور العلم وخصوصا من النواحي الطبية. الدرب إخواني أخواتي إن كان للعلاج فلا يؤثر على الصيام، لكن إن كان فيه تغذية كما نقول السيلان أو الجلوكوز فهذا يفطر، إن كان دواء لا يفطر، دواء وعلاجا، إن كان تغذية فهو يفطر. أيضا البخاخ للربو، البخاخ الصغير الذي ينفذ فقط المادة والدواء هذا لا يفطر، أما البخاخ الذي يكون معه ماء وفنتولين فهذا يؤدي إلى الفطر. إخواني أخواتي ليس أي شيء يدخل إلى الجوف يؤدي إلى الفطر، تعلمنا سابقا أي شيء يدخل إلى الجوف يفطر، المقصود بالدخول إلى الجوف ما يكون طعاما تغذية شرابا يقوي الجسد. لكن لربما الإنسان يأتي عليه مثل الغبار، لربما مثل الدخان البخار، ولربما يكون ماذا البخور، أو لربما تكون الأم في المطبخ ويكون هناك أبخرة من الأطعمة وتدخل إلى الجوف، هذه لا تؤدي إلى الفطر. إخواني أخواتي لنسأل القضية في النوازل المستجدة الحديثة عندنا بأننا نسأل أهل العلم وأهل التخصص في هذه القضايا الجديدة في حياتنا حتى نكون على بصيرة بما يحبه الله سبحانه وتعالى.